أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. النظور: مهاجرون أفارقة يختطفون القدم ويغتصبونه. تعرض للاعتداء جنسيا بعد اختطافه من طرف مجموعة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقية جنوب الصحراء. العون المذكور يشتغل ببني شكار، تعرض للاختطاف من قبل عدد من مهاجري الدول المشار إليها ليلة الأربعاء الخميس من هذا الأسبوع، بعدما تم اعتراض طريقه بالمحاذة مع وادي إيموحاي حسب موقع ناظور سيتي، حيث قاموا بتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسمه قبل أن يقوموا بتصويره عاريا مهددين إياه بالتصفية الجسدية إن قام بزيارة للمكان مستقبلا. ذات المصدر أفاد أن المقدم المذكور تعرض للاعتداء جنسيا من قبل المهاجرين السريين الذين احتجزوه لساعات قبل أن يقوموا بسرقة هاتفه الخاص ومبلغا ماليا قبل أن يخلو سبيله.